مشاور إبراهيم، والد آية مشاور إبراهيم، مسلسل نوري وادي. أولا مبروك للنجاح. ثانيا كنت عايز أعرف دور حضرتك في نجاح آية كان متمثل إزاي؟ هو دور الأب أو الأم في الثانوية العامة دور بيظهر فجأة في الثانوية العامة، هما بيقابلوا الطفل لأن الطالب يعني إن هو طفل تمام بطرق نفسية وتربوية معينة لغاية ما يوصل الثانوية العامة. أي أب وأم هيبدأ اهتمامه بيه في الثانوية العامة ده نظام يعني تربوي ونفسية مش صح، عشان الطفل لازم يكون مؤهل تعليميا ومعرفيا ونفسيا من سنة قبل كده. الثانوية العامة ديت عاملة كده زي بيت، انت الدور الرابع في البيت ده لو انت مش مأسساه كويس وبني الدور الأول والتاني والتالت كويس الدور الرابع مش هيطلع كويس. احنا دورنا كان من زمان لغاية ما وصلناها للثانوية العامة وبدأنا حتى نخف من عليها في مساعدتها التعليمية، كانت هي معتمدة على نفسها إلى حد ما وعلى مدرسينها، رغم إنها متخصصة في علم النفس. كانت آية بتقعد في السنتر درس علم النفس، كنت سايبها مع المدرس تمام؟ وبالفعل كنت بساعدها في حاجات بسيطة جدا، هي بتعتمد على نفسها وعلى المدرس بتاعها. أنا كان دوري توجيهي، أقول لها يعمل كذا ما تعمليش كذا، ما فرضتش عليها رأي في أي حاجة، لدرجة إن هي أيام الامتحانات كانت أكتر أيام فيها استرخاء بالنسبة لها، كانت بتتفرج على التلفزيون كتير، كان يمكن ما أعرفش تعمل حاجات، كنتش بقول لها خش ذاكر ولا كفاية ولا الكلام ده كله. بس احنا من اول سنه الحمد لله اي حاجه كانت بتطلبها كنا بنوفرها تماما، يعني سواء دروس سواء كتب سواء مذكرات سواء مدرسين معينين، سواء اروح اكمل مع المدرسين والكلام ده كله، والحمد لله ربنا كرم وجودنا وجودها بالخير الحمد لله. حياتك كان واقع اثر نجاح ايه عليك كان عامل ازاي؟ بصي فرحتي بايه اكتر من فرحتي بنفسي باي شهاده اخدتها فعلا. هي دايما كانت بتطلع الحمد لله من اوائل، كانت دايما بتسرق سلوكنا، بس السنه دي كانت حاجه مختلفه تماما. يعني انا النهارده كنت بسمع مؤتمر، صحيت بعد كده ندى وقلت لها اصحي وكده، وجت قعدت معايا وبسمع كده الاوائل واقول يا رب يا رب، يعني بيني وبين حضرتك انا ما كنتش يعني فاهم من الاول، لغايه ما لقيت وفي لحظه استرخاء شديده مني هي تامر شوقي، قعدنا اكتر من ساعه صراخ وعياط بس الحمد لله. هو فرح شديد جدا، بس هو معانا ما اعرفش دور ليه بكاء دور صراخ يعني لدرجه اللي احنا قعدنا نتنطط في الشقه اكتر من ساعه ساعه ونص لغايه دلوقتي حتى عيوني فيها دموع. الحمد لله الحمد لله على كل حاجه، ربنا يخليها لك يا رب. احب استغل الفرصه بما ان حضرتك متخصص في علم النفس واسال حضرتك، يعني دلوقتي ايه ده بالنسبه لايه عشان ايه عارفه مصلحتها وعارفه هي تذاكر ازاي، بالنسبه للناس اللي مش عارفه مصلحتها ومش عارفه ان هي تذاكر ازاي المفروض الاهل يتصرفوا معاهم ازاي؟ والله هو الاهل يعني مش هيضغطوا على الطفل او الطالب ان هو يذاكر عشان مفيش مذاكره بالقهر، الطالب لو هو مش مقتنع بالمذاكره مش هيذاكر، عشان كده قلت لحضرتك دور الاب والام من بدري مش من الثانويه العامه بس. فعلى كل الاحوال ايا كان بقى الوضع الاب والام كل دورهم توجيه ارشاد للطالب، الطالب عايز اي حاجه في الناحيه دي، بس عايز احس ان انا ضعيف الماده ديت او مثلا فيها في السنتر او في درس خصوصي او الكلام ده كله يحبذوه من فتره للتانيه، خلي بالك السنه دي مصيريه ولازم تاخد بالك ولازم تطلع من هتنجح عندي المجموعه عشان تخش كليه كويسه، كل دورهم هو التوجيه والارشاد والنصح ان شاء الله. عشان فترة الثانوية العامة الطالب بيبقى هنا فترة تغير في الشخصية، الطالب بيبقى لو ولد بيبقى راجل وبنت شبه امرأة والكلام ده، فبالتالي لازم الطالب يوجه عن طريق التعليمات اللفظية نشاط طبيعي.